بعد تحرير محافظات العراق من خطر تنظيم داعش الإرهابي وإجراء انتخابات عامة وتسمية رئيس جديد للحكومة، شهدت البلاد في عام 2019 حملات أمنية لملاحقة فلول الإرهابيين، كما خرج الشارع ضد المسؤولين الفاسدين. البداية من 9 يناير حين زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو العراق والتقى مع القوات الأمريكية وزعماء عراقيين لطمأنتهم بشأن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والتحذير من أن إيران لا تزال تشكل خطرا أمنيا في المنطقة. وفي 3 فبراير أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أحد الدوافع وراء رغبته بإبقاء القوات الأمريكية في العراق هو مراقبة إيران. وفي 5 فبراير أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي رفض استخدام بلاده كسلاح موجه ضد أي دولة. هذه التصريحات توافق معها القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي حينها باتريك شانهان، الذي زار بغداد في 12 فبراير مؤكدا للزعماء العراقيين أن واشنطن تدرك أن قوتها موجودة في العراق بناء على دعوة بغداد. وفي 11 مارس زار الرئيس الإيراني حسن روحاني بغداد، حيث أبلغ القادة العراقيين استمرار تفعيل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بين البلدين في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وفي 11 مارس وقعت كارثة عبارة الموصل التي غرقت في نهر دجلة وراح ضحيتها العشرات معظمهم نساء وأطفال. وفي 23 مارس زار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي القاهرة، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد دعم مصر لأمن واستقرار العراق، كما عقد في اليوم التالي قمة مصرية أردنية عراقية. وفي 17 إبريل وقعت السعودية والعراق 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى الرياض ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وفي 18 مايو أجلت شركة إكسون موبايل جميع موظفيها الأجانب من حقل غرب القرن واحد النفطي في مدينة البصرة العراقية إثر تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. عقب ذلك وتحديدا في 21 مايو كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عن عزم حكومته إرسال وفود إلى طهران وواشنطن لإنهاء التوتر بين الطرفين على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على إيران وتصنيف حرسها الثوري إرهابيا. وفي 18 يونيو قام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بزيارة تاريخية إلى العراق بحث خلالها ملفات عدة منها العالقة بين البلدين. وفي 27 يونيو أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن استنكارها للاعتداء الذي طال سفارتها في العاصمة العراقية بغداد بعد انتهاء اجتماع ورشة البحرين التي ناقشت القضية الفلسطينية. وفي 7 يوليو أطلق العراق عملية إرادة النصر في 3 محافظات بهدف ملاحقة إرهابي داعش على الحدود السورية. وفي 25 أغسطس قصفت طائرة مسيرة مجهولة مستودعا للأسلحة تابعا للحشد الشعبي القائم بالأنبار، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصره، فيما وجهت اتهامات لإسرائيل بالوقوف وراء هذه الهجمات. وفي 20 سبتمبر قام رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بزيارة إلى بكين دعا فيها الشركات الصينية والعالمية الكبرى إلى الاستثمار في العراق. في بداية أكتوبر تظاهر الآلاف في شوارع بغداد وعدة مدن في جنوب العراق ضد الفساد والبطالة وتردي الخدمات العامة، وكانت أول مظاهرة حاشدة ضد حكومة عادل عبد المهدي بعد عام فقط من تشكيلها.
وفي 25 من أكتوبر انطلقت الموجة الثانية من الاحتجاجات، حيث طالب المتظاهرون بإسقاط النظام عشية الذكرى الأولى لتولي حكومة عبد المهدي مهامها، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات معظمهم في الجنوب، حيث هاجم المتظاهرون أو أحرقوا مقار أحزاب ومسؤولين وجماعات مسلحة. وفي 11 من نوفمبر أعلن رئيس البعثة الأممية في العراق جينين هينس بلاسخارت أن الأمم المتحدة طرحت خارطة طريق تدعو إلى وضع حد فوري للعنف والقيام بإصلاح انتخابي واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد. وفي 27 من نوفمبر حرق متظاهرون في النجف مقر القنصلية الإيرانية، فيما وصفوه برد فعل على تدخلاتها لدعم الحكومة وقتل المتظاهرين. وفي 29 من نوفمبر أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عزمه تقديم استقالته من منصبه إلى البرلمان بعد فشل حكومته في احتواء الاحتجاجات. وفي 1 من ديسمبر وافق مجلس النواب العراقي على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي. وفي 5 من ديسمبر صوت البرلمان العراقي بالإجماع على قانون المفوضية العليا للانتخابات، والذي يضمن تشكيلها بمعزل عن القوى السياسية بشكل مستقل. وفي 7 من ديسمبر هاجمت ميليشيات مسلحة ساحات التحرير والخلاني في بغداد في محاولة لفض التظاهرات، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين. بينما لوح الرئيس العراقي برهم صالح بالاستقالة في وقت قصفت فيه طائرة أمريكية مواقع للحشد الشعبي.